ترى هذا اللي أخرنا يا جماعة الخير، تشوفون هذا، هذا هو اللي أخرنا. إحنا نبي نمشي لنا يومين، أنت حراه بترايته يا ولد، ما تمشي على السلحفة. شوف دعيك راح أجيب شعير ويجي فاضي. دبركم والله يا جماعة الخير، يومين إحنا نتحراه، يومين راح للجبيل وجاب الشعير وجاء. راح نسولف عليكم وتسولف علينا. لا والله عليكم الحين والله تحطه مرتبه على جنب وتنام. مشهد الوفاء ميت خالص. هذا وش تقل علاجات مجهزه؟ اي هذا علاج. هلا ابو مالك، شلون هالنومه؟ بتفقع نومه ترقص عند هاللون؟ انزل تبغط برا، انزل 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 وحده بس تقطع قطعتني معك. شوف ابو سلوم واقفين على الخط وشب لنا. وين احنا نخلي الشاص؟ يقول ليه خلته الشاص؟ انتبه انتبه. ايش منه انتبه انتبه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا ابو سلوم. ما نشوفك ما نشوفك. الله قويك. يلا حيا الله يبديك. ما شاء الله الله يسلمك. يا هلا. السلام عليكم. سلام الرحمة. بالعافية والله يا ابو سلوم على هالفنجان. الله يعافيك. اي والله هذا فنجان، هذه استراحة محارب على قولتهم. فنجان لا والله للواري اول تحت الكباري تخبرهم. ودنا لكن انت معيف، نبي نمشي نبي نواصل. اي أيوة والله نبي نواصل. واصل يا بلادي واصل. ايش ورانا بعدين؟ هذا ترى مو تعبان والله صدق ما شاء الله تبارك الله على الفلفو حاط رجل على رجل وثبت السرعة 60. طيب هو ليه ما يقعد؟ ما ادري ايش بلاها. هو هو غنمه هنا وش وداه؟ ثلاث ايام وانا جالس على الكرسي. هو وين هو يبي؟ اقعد. اللي صار غنمه هنا هو وين يبي؟ هو وين هو يبي؟ هو هو حجي الله حفظ رزقك. فنجال 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 وعلوم رجال. هلا ابو حنا من حاشين عن قهوة عايد ولحقتنا. لا لا خففناها هالمرة خففناها. عايدت منها هاي. بعدين وين لاقي هالدفايات هذولي؟ لقيته صدفة. الله هكذا. هلا هلا مسلحوا. هل يخرب. علمنا سالفتك اليوم الصبح مع حمود يا عايد. يا رجل من الساعة 6 هو يدق عليه. خلك من 6. البارح مسينا على اساس انه الصبح يخاوينا. اي. من الساعة 6 في برا الجوال يدق. تعال تعال جا. هلا والله تجي. من الساعة 6 ويدق. خلك من 6. كم سالفتك؟ والله. هلا ابا. يا رجال شلون يسلمون؟ الله عافاهم. مرحبا ومسهلا بالجميع. وهذا قروبنا الغير مكتمل، متجهين ان شاء الله الى الجنوب. هذه رحلتنا للجنوب من الجوف الحائل، من حائل القصيم، من القصيم للرياض، من الرياض وبجهنا وين الجنوب. مطر مطر. نبي الامطار، نبي ريح، نبي ريح ريح هالمطر. هلا بمالك، منين جاي انت؟ كبري لايجة. ابو مالك نام معنا من الجو لما وصلنا حايل. واحنا تبينا نكمل اكمل. لا ما تكمل وانت تكمل. يا سواقه. لا سالناه قلنا احنا موقعنا، قال تحت كبري لايجة. نايم 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 تلا الحين. ابو العازي منين جاي؟ انا من الجبيل. من الجبيل على تريله. ايوه. وهذول شبعانين نوم الاثنين. لا ترى شوف الجو في الجبيل. تبون نسوق السيارات كلها نسوقها ما في مشكله. ترى زين. حياك الله. ما انت يلا مشينا. مثل هالنوم أنا ما مرت علي يا جماعة الخير صراحة. حياة أبو اللي خلفني. طب 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 تدرون وين عاد حلاوة الموضوع كله؟ فاكهتها الحين كل ابوها. ايوه فاكهة الموضوع وينها الحين؟ متفقع وجهي من النوم. ابو كاتب جاء. ابو كاتب لحقنا. تزود يا الوناس. عز الله الله يحييه. ابو كاتب اقرب فحل قرود اللي بيطشها معه. اقول هو بيكسب بالقرود. ولا يهون اللي بجنبي. ايش تقول ايش تقول؟ مسافة وشي؟ ماشي مالك زودة بعد روح. احبكم اليوم. يلا حيوا اخوكم خلاف انت. هلا بالبحر يعني. وقف وقف امس عندك ابو حمود. وين الشرت؟ الشرت وينه؟ اي شرت؟ شرتك هذا هو.
لا لا شرطك اللي بتطبق المسبح تسبح. لا يحسبوني منوم بالمستشفى. يلا مشينا يلا مشينا مشينا. حلوة جبتك. يرجع عزيز. يا مرحبا. اكتب لي شو اسمه. والكراسي والله يا سرتك هذه يا ولد ما مثلها. والله غرتك ويا عيال. اصلا ضايع ليكوي ثيابه بالديره اللي هو جاي منها. ما ادري يا رجل. ثوب واحد. يعني مثل ما تقول. تدري عاد والله صد. عاد والله صد زعل. والله تقول ماخذينها من المستشفى. ها؟ اي والله. من اليوم ماخذينها من المستشفى. احنا جايين اصلا زياره له ترى وهربناه من المستشفى. لفاه. ما صار مغب. شوف اللي بالشاف اللي بروح بالشاف اللي بروح خالد قم هذا اللي يقول بيستلم القياده ازهلوا وشتم من الدكان ازهلوا كت اكشن لو تكذر جايتي يا نظر عيني الله اللي جابني لك وعناني لا تكاثر جايتي الله اللي جابني لك وعناني امشي لك درب امشي وهان محبيني بالمودة راجح لك ميزاني امشي نطب الطاوس احنا وصلنا حوطة بني تميم ما شاء الله وجهنا الى وادي الدواسر كم وادي الدواسر من هنا 900 وادي الدواسر من هنا 900 400 على بعد 800 متر عند الدوار أيوة. عليك الاتجاه نحو المخرج الثاني خلاص انهاها جوجل ماب هذا برفقة ابو كاتب ابو حمود هلا يلا حيو طبعا شوي بالشاصة شوي بالعب سعدون شوي معي نسوي إعادة تدوير الشباب لا بعد شوي جوكر أنا الآن أرجع للشاص ترجع للشاص؟ أي نعم نعم والله نعم بس أخاف تنام وتخلي ربعك وتخلي ناس لا لا ما نام إذا كنت أسوق إي زهلني يا عمري زهلني أخاف تجرع على الشاص لا جمعت لا والله تبوني الله 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 خطب علينا الخروج من الدوار هيكف هيكف وشو هالجانا شو 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 الرخ وهاي وشو هالجانا بلي الرخ شو 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 هذه استراحة محارب وقفنا الحين بنفطر وناخذ لنا كاسة شاي ونروق ها صح النوم هلا او ما انت نايم بدر لا والله متشنطح خبر شو متشنطح يعني منسدح ايه خبر حبيبي ما شاء الله تقول فرشين ما شاء الله فرشين شوف ونبي نضبط لنا كاستين شاي كاسة للفطور وكاسة للمخمخة وش له؟ لما بعد الفطور لا لا للتركيبة هذه التركيبة هذه بعدين ايش عندك محارب من المستشفى؟ ما في واحد يروح يا سلام يا سلام اسمع يا سلام يا سلام احنا اتفقنا ان كل شغلنا كشته نظام كشته انا رايحين لبحة ان شاء الله للجنوب ورجال الماء نبي الاجواء الباردة والمناطق الباردة وانا بطعم لكم الاطباخ وقهوتنا ودنيانا ونومنا كله برا ان شاء الله حتى فرشنا جايبينها معنا يا سلام سلم احنا الحين رايحين بوادي الدواسر تعدينا بوادي الدواسر تقريبا حول 5 كيلو وقفنا حول المشاريع يعني براد براد يا حبيبي بعد شوي نرجعك المستشفى انت تدري والله يا رجال هذا ها اي بالنسبه لهذا انا اخذت منك كميه اول ما ايوه والله ياهو شيء ثاني بس طشه خاصه بريد هذا طش بوحده وانسه وانسه قادر جاهز نعم والله جاهز ابي اطعم خلني من اطعم لذيذ والله والله استخدمه بالبيت ابو كاتب بعد شوي يجرب يعطينا رايه انا استخدمه بالبيت ايش عندك لابس انت ابو حمود في واحد يلا حدك تهاوش يا خالد هذا هو الرجال اللي خالد خويه حدك تهاوش يلا هذا لا يفقشك ولدك الله يهديك يا خالد حاطني بجبه مزرعه بطيخ وين بطيخ؟ يا رجاك اللي ذبه والله انك صاد زي الله حي الحامل والمحمول يا هلا لا بشركه كاسه الشاي قربت
100% هالحين يصر عليه يطبخ على راحته. يا سلام، امسك امسك ابو كاتب، امسك امسك عاش وزنه طال عمرك، كل بريز وزنه يا حبيبي والله ابو مدى. وانتهى، حطوا فطور بس حطوه حطوه. ها لا انسى الشتسه هذه. عيني عالشاي هو فراشي وهو غطاي، خلص الباب والسكر للحارم سكر. يقولون اول الدله واخر البريد يا خالد، اللي يفوتك اخر البريد تعال. انت بتخلصه بس. انت تقيد الرجال ودول رجعوا المستشفى. وصح نسيناك. حضر البريد جاي يا رجل. انت تقيد الرجال. طلعنا على مسؤوليتكم انتم يا اطراد. والله انت ابن اخيه على مسؤوليتك انت. على مسؤوليتك انت نطلع. يا اخي مبين معطيك لارج ميديوم وانت لارج. ما قسات عندهم ما ادري. تعال يا سعد. يا حبايبي ابو سعدون، ايش عندك صوت له؟ يا رجل احسن منه تكبر وتساوي، حتى تساوي بتشمش مو تمشي تخلي. والله انك صادق والله. صوت الراعي تريله شافها فتح الدرج يبي شوف ما شاء الله، قال يعطيك فطورك. شوف الصف الله يعينه. اي والله والله من تغيب الشمس هو ما دخل. ترى ثاني تفطرون معك. ونعم ابو سعدون ونعم. قال تذبح حتى بالفرج. عاش والله حمود عاش. خلصنا الحين افطرنا نبي نتوكل على الله. لكن شلون جت الشمس من هنا يا بلعاسي؟ والله تدري من ساعات لو انكم صوره هو توه. ايوه حسب من هذا الغرب. اي انا اقول لكم شلون الحين الشمال. قلت لك كذا. ايوه الشمال وراك. الشمال وراك. الشمال وراك والجنوب ملخبط. والشرق غاد والغرب غاد. يا حبيبي شوف ابو مالك، شوف ابو مالك شوف رتب. وانت الحين دور الاتجاهات. وقفل البيبان ذال عليه. يلا يا حمود يلا يلا. هات حمود هات هات. شينا يلا توكل يلا. يبي صابونك جاي. جاك ابو سعدون تولى القياده الحين. هاي استغفر الله العظيم. يلا بالمخالف عاد يزعل علينا ابو سعدون. يا ابو زعلان ما باقي لنا الحين الا 350 كيلو. ابو كاتب موال سريع عاش. فوق النخل فوق النخل. يلا مو فوق النخل. فوق النخل فوق يا فوق النخل فوق. مو فوق فوق. يلا مو فوق النخل. لا فوق النخل. لا تحسب انها فوق النخل. يعني انت ما كنت تحسبها فوق النخل. انا والله احسبها فوق النخل. يلا كمل. فوق النخل فوق يا فوق النخل فوق. ما ادري لما خدته يا ما ادري القمر فوق. والله ما اريد باليني بلوى. عيش ثاني. اقف ولا جنية. يلا نعطيه. يلا بس تكفى تشحط. ها يا حمود انا عرض شابي ورد الهوى قستان منه. ما كلت من زيت زيتون شوي. ما وكل زيت زيتون شرب. هلا كلته شناحك. لا انا اقدر اشوف له بيضه. كان له بيضه ادري ايش بالجانب بلا بيضه الحين. البيضه زقطها حكم ربع. وكان بدون والله ما صارت حتى عليك الله زقطها يعني اكلها. ايوه ذاك ابو شفق انت قاعد علبه ماء يا رجل. قال لازم عريج واحد. مت يا رجل مت. حلوة يا عم. اخوانا كويتين يرمضون. ايوه. ما تعرف هذا 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 شبلها هذا شبلها شبلها هذا شرك بالبيضة شرك بالبيضة الرجال. ايوه اسلم.
اذا يلبس قميص النوم والقطره فوقه القطره 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 كذا ترى اخر الترويقات عنده بالله كاسه شاي كاسه شاي بيال الشاي بيال الشاي عالجاي عالجاي عيني عالجاي الله الله ولك عيني عالجاي ولك معكم زيت عالجاي عالجاي ولك عالجاي عالجاي كم زيت الربع هلا ما نعايد ابن عايد نبي نجيب من زيت من الصنعية هذه حط الحلقة ونضغط ايه لا في 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 وحده عايد في وحده هذه تنسى من القير عبد الخاطر تحط ما زيت تنسى ضغطتين افجي 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 الحمد لله على السلامة. وين أبو كاتب؟ لا بها إن شاء الله بإذن الله. طالعين من الخميس. طالعين من الخميس مشيت. نعم. أبيها. نضع شو ورني إيش شنبك؟ فهناك يعني. تدري إيش شنبك يبي له مش طالحين؟ بدون في شوارع وروح يمين وروح يسار تحصل هذه في كل سفره طبعا اقول يا جماعه الخير احنا طالعين من الخميس مشيط الحين ومتجهين الى ابها باقي لنا 16 كيلو هذا لو خليه لبكره يسولف لكم ترى هذا ما يبي له مش قفزنا بكره تخبر انه باقي له شهر اول يوم ننزل اي تعرض ما تشيل الروح فلذلك يعني الجهه وين تخبروا الناس على بعد 600 متر الاتجاه نحو اليمين نتساعدك على لك بوكس لا يا رجال شكلة خلي ضروسك على هذه أفضخ نظاراتك هزر يا رجال انت ونظاراتك يا رجال تقل بحر من محطة نظاراتك تقل حط لك بحر بوجهك ماخذ ماخذ بس روح بس روح على شرم الشيخ يمين يما العافية والله يا الخاء الله يكثر خيره ويغنيه يوجد عليك إن شاء الله يوسف سلامه الرويلي ما والله ما أدري شلون صدتنا والله ما أدري شلون صدتنا أنت جانا عند الفندق والله حنا نايمين طق علينا الباب والله من طيبك اي والله انت خال وعد على قولتهم اي والله على راحتكم الله ما خليت بها راحه انت لا والله الله يغنيك اي والله الله كثر خيرك ويجد عليك اي والله يا الخال مشان ابو مالك ايش تسوي يا حمود عشان البتاعات ناخذ الحتره يا عمري يا عمري والله مشينا يلا ابو سعدون شوف لنا حل مع سلطان وبالعاسب يا رجل لنا ساعتي اجدهم جلد واحد راح يحلق الحين اجدهم ركض من زين وجهك ما هيق ما يهم ما تغير شيء شوف 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 خبر اللي بشرم الشيخ متسدحين على البحر ترى لا ولا هم يلا يلا حركنا حلو والله سياره الكشخه وانا انت حيل مزيون بسم الله على بركه الله تونا انت ولا قياده الشخص بعد ما وقفنا الكامري نبي نركب الشاصة الحين طال عمركم وندور مطل للضباب نبي مطل للضباب مع مغيب الشمس ولا لا الله الله بسم الله على بركة الله الله كرمكم الله يا جماعة الخير مع السلامة شلون الأجواء أبو كاتب طيبة ما شاء الله أبو كاتب أول مرة يجي الجنوب وأنا ثاني مرة وعايد أول مرة عايد أي والله أول مرة شلون الجنوب بالله نظرة عامة ما شاء الله صراحة شيء روعة شيء يعني كم درجة حرارة؟ 21 21 وكل ما لا والشمال لو أنا بالشمال الحين درجة حرارة ما تنزل عن 35 المكاد إن هذا جو شبة النار والفروة أي والله شبة النار شبة النار شبة النار والفروة علي علمنا قبل 7 شهور سلام والله العظيم اجواء عالميه صراحه لا 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 شوف شلون قالت الاجواء طارق ما شاء الله ما شاء الله احنا باول غصص سلام امسينا وامسى الملك لله ولا اله الا الله حنا طال عمركم في اعلى المرتفعات شوفوا تبارك الله ما شاء الله يا الاجواء ما
شاء الله يا البراد، ما شاء الله يا نسمة الهواء. ها علو ولد، ما يسأل برد. برد والله، برد يا ولد، برد. اقول انت مرض، تغير عين الجو، جاي من درجه حراره 45 الى 19. حلوه الاجواء تبارك الله. من اليوم كم التاريخ ميلادي؟ تاريخ ميلادي 10 اغسطس. هذا ذبحك البرد يا ولد. طب الجاكيت هذا اللي جبناه انا وياك، جبنا الجاكيت. والله جبنا جواكيت ونسيناها بكامله. شكوى لله. هذا يخلي السياره هناك. والله العظيم برد برد، ما هي سالفه يا جماعه الخير. هذا الشله مضبطين لنا الحين القهوه. ضبطون الشاي والبنت قهوه. هذا العسل جاك الامانه. بالله جاء من مصر هذا. اي والله من مصر. هذا جاي من مصر من احد العمال عند ابو سعدون الله يعافيه. طب احنا بديرة العسل يا ابو سعدون. هنا منبع العسل. حتى هذه الامانة وصلتها يا حبيبي. فرض انك ما جبتها من العكينة، خليتها مسكت. زيادة زيادة. مسكت خط معنا تعبت. عطني مفتاح عطني الطفال يا رب. طيب ايش مزعلك انت؟ نبي المنة، نبي شيء. يا سلام على هالاطلالة الحلوة وعلى هالجلسة الحلوة. ابو سلوم زين لنا القهوة، يا مال العافية ابو سلوم. الله يعافيك. يعيش والله يعيش. طبعا تعاون ومذلة. ايوه هذه الاطلاله تبي الهيل تو تزين فتحتها الادراج. تبي الهيل زايد ولا خليل؟ لا لا دخيل الله دخيل الله. لا لا بشوي بس، شوي زعفران بس. ان شاء الله زانت والله، انها زانت في والله. شاي وينه؟ جماعه الخير شوفوا ابو سعود انتقل. لا مو تقل، اخاف اخاف انه يفرك فرك حنوكي بهذا الحين. شوف بالله مو لله لابسها من البرد. اي والله الله العظيم انك من الوجه. عشواني تركتها يا ولد. اما باللطمه هاي تقول لي يشردون اول. اسمع شماخ حمود. اروج يا شماخ حمود بعد ومخلي هالمسكين جالس. والله عيني البس عجزت عنه. ها؟ عجزت عنه. شلون قرط عليه واعطيت فنيته عيني. تفضل يا عمي. يوم العافيه ابو بدر. الله يعافيك. خليك مسدود ترى الجو متجمع عليك. اي والله. بصور بصور طب احنا نقدر نصور. امسك امسك. والله عندك كثير كثير رغاك. الحاشي الحاشي. اي والله سلام سلم. يا العافية يا ابو بدر. يا الغرام الله يعافيكم. ان شاء الله. يا زلمة قطعت وجهزت وانتم مسافراتكم تسولفون تقصدون. صوروا عشان ما حد عشان ما حد يوذيك. عشان ما حد يوذيني ولا يقول شيء. قالوا نبي الكبده، قلت خلوا الكبده باتسل. الكبده لازم تكون طازجه يا جماعه الخير. لا 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 يا زين الصوت والله يا حبيبي يا وسلام بدر. الكويدة لازم تعطيها طال عمرك الماء. حط هذا عليها. والله يا اللي ما شفتها. شوحها ثلاث دقائق بس على نار. عادي. بس العافية أبو بدر. الله يعافيك أبو. هذا أخذتنا على محمل وقرب. ايه عشان يا سلام حمود. حمود ما شاء الله عليه اول باول الحاجه يخلص منها يغسلها ويرجعها لمحلها. قلقل الكبيده الحين وحنا طال عمركم مرتفعات. مرتفعات وش؟ مرتفعات ابها ابها البهيه. وين المريض؟ وين هذا وهذا؟ لا تشاهد شفيت كل اعطاه علاج. الله يعين. اخر علاج تدري وش هو؟ سلوم جاب لي لومي وخلطه وشغلتي بس اركب رجيغ. تعيت لي بطني كله. مدي ابو كاتب وينك؟ تبي قصيده؟ انا طال عمركم يعني ما ابي اقعدكم عندها فرد. يعني اذا واحد يطبخ خله على راحته. والله ونعم ونعم والله بكم. اذا قال عطني ملح ولا شيء نقوم نعطيه قصيده مشتركه سريعه. قصيده مشتركه سريعه. عطنا عطنا. انت عطنا. يلا احد العاجره بغيت لي ونوار. لا جارك اجار مجرور. لا لا قصيدتي انا. اي يقول يا شف عيني بناظر فيه معسوم. اي يرجع زمان اول وينظر ما فات. اي ويرجع به جارا على كيف محكوم. وش راكب زمان فات ما مكنت ولا يعني يقولك يعني نحن نسمع هالسوالف. يمكن زمان اول بس كذا هيطون. لا 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 ما يهيطون. لا 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 بها كرامه والطيب ونعم وبها الرجال اللي تقدر قصيدتي. وليه ما الطيب الحين طيب؟ هالحين يا اخي عوامل تطور التعرية. لا لا عوامل التعريه. خلينا نكمل تبدأتنا بس اقول
طالت قصيره تراها قطالت نحط جنبها اي والله يبيلها بريج يبيلها خادم هذه الخلطه بس ناقصها يا حرام ما معنا دبس الرمان نسيناه شوف 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 اللعبه شلون يا الله وراها كاسه شاي كاسه خدير طال عمرك تخليه كمير وعسل شوف شوف زبد زبد الدهن شوف شوف شو يقول يا حمود اسمع صدق اسمع الريحه وشم الريحه اسمع الريحه سلام هذه خلصت يا ابو خالد شوف عطها خدير يا ابو عطها خدير شوف خليك تقدر مثل البعير شوف تدري ان هذا طال عمرك هذا هو من اساسيات المحافظه على المكان يمكن يعني تكب الشاي ما ينتظر ويصير لها اتطبخ اتطبخ يا هاي لا 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 خليها يركض بس لا من عجله وراك شيء؟ لا ما وراك احنا شو جايين له؟ ورانا هالتبدا احنا شو له جايين بهذا؟ جايين نستانس تعال تعال قرب 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 طيب انا قرب مساعد قرب مساعد الاول المفروض اي صح حمود هو اللي عاوني اول شيء بسم الله ارجع لابو كاتب اشحم اشحم اعطيتني اشحم انت عاد الخبل ما هو انا هذا اختيارك تعال تعال ابو كاتب رايك بسرعه رايك بسرعه سريع سريع يا ربي لا ما العافيه والله 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 اصبر لا لا انت ابوالك ما يبغالك هذه ابوالك هذه والله ابوالك اطلق كبده بالحياه هذا شحمه هذه هي الزينه كبده كبده والله طيب الله يعطيك العافيه والله يا ما العافيه يعني شيء شيء طبعا انا اكلم على حجمه يا حبيبي هذا المريض هذا المريض 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 ترى يكذب ترى بس يبين عشان نطبخ بسرعه عشان نطبخ اصبر اصبر كل واحد على حجمه يقولون انت هذه حجمك هذه عطى حمود اصبر اصبر هذه 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 تعالوا تعالوا على الفوق عز الله نسينا العسل يا حبيبي والله انه غميض 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 هالعسل اظن هذه حمود شوف 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 المريض دقيقة دقيقة خلنا دفن لكم عسى وشين يا معافي والله يا ابو بدر يا معافي بس شوف ابو كاتب وش الشغل هذا ابو كاتب هاي شغل مرتب ما هو شغل يا معافي والله يا معافي والله وين العسل العسل وينه؟ هذا 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 نصاب اثري بلف يقول دع المكان انظف من مكان هذا ابو مالك والعيال نظفوا والله يعطيهم العافيه خذ حمود امسك 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 خلاص خلاص اعطى حمود يعني بالله لعبك حمود قال امسك شوي وخلاص معك لا لا والله حمود ما قصر اشتغل يا حبيبي حط حمود حطه معنا واقرب حاويه نقرطه بها ها ابو العاشي ايش وقعك؟ عشوه 15 علاج اعطوه والله اكثر يعني كله ما يبرن ولا يذبحن خله يذبحن مره واحده قلنا يا عشوه الحمد لله مشينا بسم الله على بركة الله